يلا يطي يا سيدي انك ما تشبع من دنو دوك الشخير. نعم ان شخير يوعي الديره، انا ما طايع يوعي. سعيد قوم يلا غايت الدوام تو، يلا قوم. الدوام لله يا سيده. اه ونعمه بالله، لكن النوم ما جاي يفيدك، قوم يلا. كم مره قلت لك من تصحى الصبح ومتخلص مصلي لا ترد تنام مره ثانيه، عارفك. قوم زين. قايم يلا. اوه كيف الحال؟ يلا زين سيده زين. خبرك بس اوعي الصغيرين، يلا قوم بسرعه. يلا ناوي. سميرة فرحان، يلا ابو يلا وراكم مدرسة، يلا قوموا. تم الناس ما بيد انام. وانتي تريد تنامي تو، المدرسة تحصل تو، يصيح الجرس، يلا بسرعة. فرحان يلا ابو يلا بسرعة. الليل يمشي بسرعة، كلها دقيقتين بعدين ينهضوني. وبعدك ما شبعان من نام فرحان، الله يديك وانت مستوي بخارنا. هيا خلي عليك سوات، يلا بسرعة بسرعة ذهب الريوق، يلا. قايم ابوي قايم خلاص. الله توسل لي الياسر. يلا يا سولي بعدت يا سولي قرب حمران بشوي بيه عيني عينيك موتر بيه جبن حيه بعدت يا سولي بعدت يا سولي تمورة مو تقيني تشدسش وسخة وراي كتسل ثياب اليوم، غسالة كثير علي تعبانة أنا. زين أقول سمورة يومتي مدرسة يا بنتي، قبل معلمتش قولي لها أمي سعيدة بنت سلوم الحافي تسلم عليش وتقولش تعالي يوم واحدة معانا على القهوة. زين فأهلا وسهلا بيهن. يلا شاطرة بنتي سمورة، خلص فرحان خلص، لا توقف فوق الكتاب تو استوت المذاكرة. فرحان الله يخليك حل لي هذا الواجب مال الحساب. ليش انا احل ليش؟ لا يا سميرة انا ما بحل ليش. فرحان الله يخليك، انا اختك واذا ما حليت لي ما بجيب درجات زينة في الحساب. زين جيبي، بس هدي اخر مرة يا سميرة. صباح الخير سعيدة. صباح النور. مرحبا سعيدة. صغيرين ما اشوفهم، ما يبغى يتريقون ولا كيف؟ لا ما يبوا. سميرة وفرحان ينسوا بطنهم حشا، اخبرك ما بياخذوهم بعيد، حد قدامهم حد. المهم راح اشوف فيهم ايش اللي خربهم. يلا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد ابوي خلا بسكم مو جالس تسووا، ابوكم ما طايع تسيح الا اللقمه، خلا تريقوا. زين امان زين. وانتي زين ما بعد شو واقفه. فرحان تو علامك يا ابوي مو جالس تسوي، جالس احل الواجب. يا
يلا خلص ندعم ذا الواجب، هيا بسرعة يلا. خلص فرحانة، يلا خلص بسرعة. زين زين. انت لا تعطى كدل البيض، وراك ولادك بعد حرصت الشيء. طيب يعني ما اكل يعني؟ عليك بالعافيه خبرك. اقول سعيد انا عاد بالمعنى يعني ما يحتاج اني اذكرك انك وعدت ولدك فرحان الشهر الماضي اذا جاب درجات ممتازه في الامتحان تجيب له هديه. شوف كمان وشو ما نسيت، ان شاء الله بجيب له. تعال ابوي تعال يوسف. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. مرحبا. قصي سمور. كلو ابوي بيض كلو، عن تسيروا على ضواري ببطنكم كذاك. سويوا هاي خبزة يلا. انزين يلا كل انت ابوي بيض كل. اقول سعيد انا اقول يعني بعد انه ما يحتاج اذكرك انه مو اسمه هذا هذا. لا وبعدين مع سعيدة ما يحتاج اذكرك، قابض لها السالفة ما يحتاج اذكرك. اقول يحتاج اذكرك مرة واحدة بعد. ماشي عصب ود العم عصب. دوق خبزة دوق خبزة. اقول انا يعني اقول يعني معنى ما يحتاج اذكرك انه انه هاي. وبعدين معش يا بنت الحافي، وبعدين معش. اقول يعني انا ما يحتاج اذكرك ان الشهر الماضي يوم وديتني السوق عند الصايغ وشفنا ذاك الخاتم وعجبني قلت انك ما تجيب لي اياه. شوف لين تو ما وصل ود الطاغي، ما وصل. مو ما ذاهب من المصنع؟ بيوصل بيوصل ان شاء الله بيوصل. يلا 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 قوم يلا. قلنا بيوصل قاسين حرصه. اخاف سوي لي كما ذيك المره مثل ما يقولوا الى حين ميسره. ما الى حين ميسره. منين جبت هالكلمه بعد هذه؟ من التلفزيون الثقف حدنا تلفزيون. المهم بيجي ان شاء الله اخر شهر، ما يكون اخر شهر الخاتم في دج الحرصه. احنا بنروح زي قدامك الرحمن. ما يو بيت فلوس اسميهم ما يجيهم يوم الايام ينسوا ذي البيس. نعم كيف نحن نيسى اذا نحن نسينا بطننا بيذكرنا. هيك ذاك باك ولد ولد الطاغي ما تروح بعيد. اي سمورة يلا قدامي. وين نوبة مشي حالي. يلا قدامي يلا قدامكم خلي مالنا اضر ياسم قدامكم الرحمن. باي باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ما صار. ما صار ابدا. عبد الله ايش عندك بعد؟ ايش عندي بعد؟ عاجب منك يا سعيد يعني عمل المكتب كله يطيح فوق راسي انا وفوق راسك انت، والاستاذ بسلامتي يقول راح عند المدير لحد الحين ما جاك. ترى الناس بيرجع تلقى راح مكان ثاني بعد. يعني انت عاجب منك هذا الوضع؟ يا عبد الله يا اخوي عندك شغل وخلص وما عليك من غيرك. ايه بس هو محسوب علينا موظف مثل ما احنا محسوبين موظفين، مفروض يشتغل مثل ما احنا نشتغل يا اخي. هو يسوي اللي عليه ما مقصر، يوقع الصبح ويرجع بعد ما يخلص مشاويره بالسلامة، يوقع عند الخروج الظهر وانتهت السالفة. وخليك رحيم عليه. الله صبرك يا حشة ما صارت. أنا أريد أعرف هذا المدير ما عنده حد غيري أنا؟ سلامات أبي سلامات. ليش معصب؟ خير إن شاء الله. إيش قالك المدير؟ يا اخي المدير باغني اجلس على هذا الكرسي وما اقوم ابدا. يعني اليوم ما في طلعه مرصوص. من هو بيشوف من اللي يشتغل له؟ يا امين اللي تسويه غلط. انت ليش ما تخلص في عملك؟ ليش ما تحبه؟ احبه ليش احبه؟ من زود الترقيات في هذه الشركه. الترقيات تجيك انت وتجي حق الاستاذ سعيد، اما انا من سعيد. انت لو كنت مواظف في عملك ومخلي عنك سالفة التأخير هذه والأعذار اللي ما منها فايدة، مرة أهلي مريضين ومرة صار عندي بنشر ومرة ما أعرف إيش، كان الله بيوفقك وبيسر عليك في كل شيء. بالعمل الإنسان يحس بقيمته كإنسان، خاصة لما يخلص في عمل يواظب فيه وينال احترام الناس.
أسألكم، خلصتوا؟ أما أنا خلاص خلصت. وأنت؟ خلصت. زين، عن إذنكم أنا خارج. شفت يا سعيد؟ ولا كأن قلنا له شيء. الله يهديه يا عبد الله وادعي له من ربي. بعدك تدعي له؟ نعم ادعي له. ادعي له الله يهديه، واتمنى ان المثل ما ينطبق عليه. جراده وشاويه عمرها. حي الله بخديجه، حي الله. مرحبا بالجاره العزيزه. تفضلي، سوي تفضلي اختي. احسنتي احسنتي سعيده. اقول مو اخبارش؟ والله الحمد لله بخير وعافيه. وكم تشوفيني. وابوي خديجه سمحي لي طش اختينه، اصير شويه اشوف الغساله. حرصي حرصي شويه، بعدنا لا سولفنا ولا تقهوينا ولا شيء. انا واحين سوى لكم القهوه، سوي انت تقدميني تو جايه انا دقيقه واحده. قدام شو الرحمه، كانها ناقصه فول. حتى حلوه ما عندهم، كل يوم ذي الخضره. ها وقعتنش خديجه، سمحيني ودرتش وحدش. مسموحه مسموحه الغاليه. تعرفي على الثياب الصغيرين خفت لا يختلطوا بالالوان بالغساله. صحيح. هي ما شاء الله شغل البيت ما يخلص ما يخلص. هذا غير غير خير ان شاء الله، مو هناك غير. عن يكون عندي اخبار وما مخبرتني. ابوي بن واحي على الاخبار زبريد العيش تبي تحترق. دقيقه واحده وما شيء. يلا المستعان. وقعتنش خديجة تو عاد اجلس عندش. سوي هادي خلاص قوطي، ما عندي شغل غيره. من هين يا اختي يا خديجة، وحدش تعرفي صاحبة بيت هي، من هين شغل البيت يخلص. بعدين ثياب الصغير بالغسالة، بعدين بطلعهم ما يستوي اقوم عنش كل ساعة. هي الله يكون في عونش سعيدة، شغل البيت كله طايح فوق راسش. هي يا اختي خديجة، الوحدة ايش عندها غير بيتها وزوجها؟ لازم تنتبه. صحيح الوحدة عندها بيتها وزوجها، لكن لازم تشوف نفسها. مو اشوف نفسي، ترى انا الحمد لله ما ناقصه بشيء سعيده، الله يبارك ما مقصر شيء في البيت. وبعدين الوحده اذا ما انتبهت حبيتها وزوجها واولادها وشغلها، من يشتغل عنها؟ ما يستوى ان رم رخيص. انا ما اقصد كذاك، اقصد شوفي نفسي، شوفي قاراتنا، شوفيني انا كيف. والله ما اشوف الزايده عني بشيء خديجه. اول شيء كما هين انت قمت لابسه انت متصفدنها وبين اتلاصف معي. انا ما اقصد التصفيد والتلبيس، اقصد يعني لازم تشوفي نفسك، لازم ترتاحي. شوفي انا كيف مرتاحه، لا شغل ولا تعب ولا هلاك ولا شيء، ادور من مكان لمكان، وخلفان زوجي الحمد لله ما مقصر بشيء البر، موفر لي كل شيء. وفوق هذا جايب لي شغاله صينيه الريوق تجيبها حالي فوق الفراش. هي ما كما بعض الناس. والله والله مو تسوي مو تسوي نوبه تجيب الريوق. ابوي بختش بنت الحلال بختش. اوه تعالي كي انا نسيت شيء. هلا مش مو نسيتي. اسير ابوي اسير عني. ايش صايره جالسه تفكر؟ باغي اسير سوق الذهب اشتري كم من قطعه ذهب حالي وحال بنتي. وكذاك انا بفكرت اهدمي بعد. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه رايحه. سايره خديجه. ايه بسير اقول لك. سمعي كلامي والكلام اللي قلت لك اياه. فكري فيه زين وشوفي عمرك. ما كذاك جيبك لي نكس. يلا في امان الله. منش نستفيد خديجه في ماده. ياه ياه ابوي صدقها خديجة فؤادها بارد، ما عندها لا شغل ولا مشغلة، ما عندها غير ذي الدوارة من بيت الشاهي لين بيت القاعد. ما كمعين انا منطبق ذا البيت من اصبح لين امسي، يا شاذة ويا حاطة. لا يا الله الاخوان يحيسني وبطني يحيسني يوم تقول لي سايرة سوق الذهب اشتري لي ذهب، وانا يوم اقول لي يا سعيد اشتري لك قطعتين ذهب يقول لي اخر الشهر، واخر الشهر ما طايع بيه. ابوي سعيده لو عندش بيس كما جاي تغلبش لا خديجه ولا غيرها. يا ضي وجف عليهن خج على خجتين يصفن يذم عن مثل البرق. هو 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 هذا هذيك هذيك شقيها شقيها بغت لنا علب اجي اجي بعد ما جاع. يلا بحياتي يلا من اني ما استغنى عنك البر. مسك مسك وعنبر. نعم مسك وعنبر. انا لو الود ودي كنا توه نطلع
ونسي نتمشى على الكورنيش. هي نعم. ها؟ مشين؟ يا الله يا الله يا الله. لكن أنا عاد أخاف العذال، أخاف الحساد. هي لو ما الحساد هذيلا كنا تمشيني وصرني وقينا على كيف. نعم يا الله يا الله. أنا نوبة ما أستغنى عنك. تقول لي هذه إحنا ما أستغنى عنك، وأنا أقول ما أستغنى. ونوبة أنا ما أستغنى عنك. هو هو ها؟ تبغين تعصرن وهتبغين تغفين؟ قال أقولن تعصرن؟ ها أنا أخفي أخفي أحسن. هي نوبة أنا جايين لقاء شوية، لكن أخفي كذا. ها بسم الله الرحمن الرحيم. غفين. أوه أوه. إنزين يا الوالدة، كون تقولي لي ودبريني ايش انا اسوي؟ سمعي كلامي انت خبرتش؟ ايه وابوي انا اقدر ما اسمع كلامش ولا اخالفش بشي. قولي ما انزين عقب انا امش واقولش اني تكلم سعيد لما يرجع. هي ايه بس ما انا اخاف زوجي يزعل علي، وانا بصراحة ما اريد سعيد يزعل علي. لو صحيح سعيد يعزش ويريدش ترتاحي كان بيريحش وما بيخليش تعبي. صحيح المفروض ينفذها، لان هذه اقل شيء حق من حقوقي الشرعيه والزوجيه. شفتي كيفها؟ زين عقب انا بخبر ابوش وان شاء الله بنزوركم عن قريب. نترقاكم ما ما نوبه سفريه الغدا ترقاني عن تحت رخمال. لا تو سيري يا حبتي سيري. يلا مع السلامه. الله يسلمك. يلا 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 كأنها بغت يهزك. ما أم سعيدة؟ ها؟ خير سلوك. أقول أم سعيدة كأنك جالسة تتكلمي في التليفون. تتكلمي مع من جالسة؟ أنت تحيدني أنا أكلم من في التليفون؟ عندي هذيك السعيدة وأسألها عن حالها عن أحوالها إيش الأخبار. أقول سلوك ها؟ إحنا صارنا فترة ما زرناهم، مو رايك نزورهم؟ ها وحال ما نزورهم نزورهم شي عقب؟ هذيلك اولادنا ما نستغنى عنهم. وعاد حجه بحاجه حجه بحاجه. زين اقول حتى انا باغي اشيل مزرعه اشوف احوالك اشوف الزراعه وهذا والعمال. والعمال زين زين طمئن عليها المزرعه زين. خلي بالك عليها. في مال الله احسن. في مال الله. يلا نوبة انا اصير اشوف اشغال المطبخ. ايش هذا؟ ايش اللي صار؟ ما انا سعيدة اليوم. سعيدة؟ يا سعيدة؟ يا ايش معك اذا لا هي انا؟ ايش لك معك سعيدة وسعيدة يا ست زوج يرفع عليك؟ ايش معي؟ والبيت مقلوب والاوساخ تارس الدنيا؟ انت ليش يا حامة ما مهتمة ببيتك؟ ليش؟ ما مهتمة في بيتي؟ اسمع اليوم قوانين جديد سعيدة. ايش هناك معك حدد ايش باغي تقول؟ انت هالايام مهملة يا سعيدة مهملة. متغيرة يا سعيدة. مالك انت؟ ما هي يا سعيدة اللي اعرفها؟ ايش اللي صاير يا سعيدة؟ خبريني. ايش اللي صار؟ اللي صار بعد ما زاد الزود عن حده واللي يزيد عن حده ينقلب ضده. ايش قصدك؟ ما فهمت. ما فهمت؟ افهمك يا ولد الطاغية افهمك كما فاهم؟ يلا خذ لك تفهمني. فهميني الخنساء فهميني. والله إذا أنت تعرف الخنساء أنا وأنا سعيدة بنت سلوم الحافي. اسمعني أنا عمري ما أهملت في بيتي ولا قصرت بشيء من أصبح لنا مستي ولا لف شغل البيت يا من المطبخ يا من غرفة النوم يا مع أغراض الصغيرين. أنا تعبانة والله لو قبل كان بينهد. نعم إنه بينهد. أنا مقدر هذا الشيء يا سعيدة. إيش أسوي؟ لكن أيضا حالة البيت ما تسر. يرضيك هذا الشيء؟ يرضيك؟ وانا ايش بداني اسوي؟ ما يقول صاحب المثل يد واحده ما تصفق. كلامي صحيح يد واحده ما تصفق. زين هو الحل؟ ها قلت لي الحل. تبى الحل يعني؟ ايش رايك تجيب حد يساعدني في شغل البيت؟ حد يساعدك في شغل البيت؟ قصدك يعني قصدي تجيب لي شغال. انا وبعدني ولد الطاغي اجيب رجال غريب في البيت؟ انت جنيت انت. هذا اللي ناقص بعد. والله هزلت. لا هزلت ولا سمنت. كيف هزلت؟ بعدين لا انت اول ولا اخر واحد بيجيب شغال يساعد حرمته في شغل البيت. انا ما علي من غيري. انا حر في بيتي. انت ايش رايك تبدل عن شغال بشغاله؟ يا سعيده خلينا من هالموضوع. مالش هو مال هالموضوع تو الحين انت. يا رجال اقول لك تعبانه يا علاه.
انا اطلع عنهم مو خبرني. خلاص يا سعيده، خلاص ابوي، خلاص خلاص. انا قلت نعم اني قلت زوجي حبيبي سعيد ابو فرحان لازم بيريحني وبيجيب لي شغال. احسنت يا سعيد. بس بقدر اقول لك شيء يا سعيده، اذا جات الشغاله في هذا البيت ما حد بيتعب غيرش. نعم، كيف ما حد بيتعب غيري؟ بالعكس انا اللي بكون مرتاحه يوم تجي شغاله. ايش هالكلام؟ زين انا قلت لك، وبعدين بتعرفين معنى كلامي يا بنت الحافي. هي جالسة تذاكر يا؟ ذاكر ذاكر. ايش؟ جالسة تذاكر؟ ذاكر ذاكر انت. يعني انا يعني عليك. بارك الله فيك بنتي، بارك الله فيك. انا دانا. مانيل تعالي تعالي مانيل جيب الشاهي. يلا عاشت عاشت مانيل. حطي احسنتي سيري. اسميك ما قصرت خلفان يوم جبت لي هذا الشغالة، مقايمة بشغل البيت كله وانا مرتاحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما دام الله سبحانه وتعالى منعم علينا بالخير والعافية والصحة والفلوس تنزل، ليش ما أرتاح وأريحكم أنتو؟ الحمد لله. بعدين بيني وبينك يا خديجة، أنا هالأيام الفلوس تنزل علي نزلة كذا مثل السيل المنهمر. نعم جالس ومرتاح والعمال هم اللي يشتغلوا. إنزين خلفان. نعم. أنا بغيت أطلب منك طلب. أمر. وهذا الطلب ترى ضروري. أفا عليك يا خديجة أفا. انت طلباتك كلها منفذة واوامر. شايف خاطري؟ هي نعم. اقول خلفان. نعم. انت دومك مشغول في تجارتك وعلاقاتك ومقاولاتك انزين، وانا اقول يعني لو تقوم وتشتري لنا سيارة جديدة ثانية يعني تقوم باحتياجات البيت لما انت تكون مشغول. وطبعا مع هذه السيارة سايق. طبعا سايق، وهم اللي عندهم سواقين وعندهم سيارات، مو يعني احسن منا احنا؟ لا ما احسن منا. ليش هم احسن؟ هم عندهم فلوس واحنا عندنا فلوس. وبعدين بيني وبينك يا خديجه، اصبحت السياره الحين من الاحتياجات الضروريه، وخاصه بالنسبه للاسر الكبيره. واحنا الحين الحمد لله اصبحنا من الاسر الكبيره، وان شاء الله يا خديجه من بكره السياره معك. راح حشاك يا سلوم، حشاكني مزرعتك. حشدوك الحسن وابوك بعين وابوي وابوي وابوي. سلوم مالك ايش اللي صار؟ يا الله سكتي عني يا ام سعيده. سكتي عني يا ام سعيده، سكتي. صار اللي ما صار. خير؟ صار اللي نكد علي عيشتي، صار اللي زيدني غم فوق غمي وفقري. ايش اللي صار؟ فهمنا عشان نعرف. وايش الفايده اذا فهمتك؟ إذا فهمتك يا فيدان أترجع لي خسارتي؟ هتزيدني نكد فوق نكدي، هتزيدني غم فوق غمي وأبويا وأبوي وأبوي. سلوم إذا ما تبى تقول لا تقوم تصرخ وتوقع لنا راسنا بصراخك. عذريني يا أم سعيدة، عذريني عذريني، ما أقدر أتكلم، ما أقدر أقول شيء، لساني تعجز. زين با إيش اللي صار؟ مستوى؟ لا 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 لا، ما أقدر أتكلم، ما أقدر، لساني يعجز على الكلام، ما بقول شيء. وابوي وابوي. اهل اللي راح راح يا سلوم، واظن صراخك هذا ما يجيب منه فايده. وابوي وابوي. سمعني يا تقولنا ايش اللي صار ولا كيف؟ سكتي يا ام سعيده، سكتي عني، سكتي سكتي عني، قلبي احترق. اليوم صرت مزرعتي يا ام سعيده، ولقيت محصول الخضار كله ما يسوى بيشه. يا ليت نسمعت كلامك، يا ليتني. وابوي وابوي وابطني 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 وراجي وراجي وراجي. قولي فيها ابو سعيد، قولي شي، ما قال لي شي. وابوي وابوي صدقت الحين يا ابوي؟
يعني لو سامع كلام المرشد الزراعي كان ما تفاديت هذه الخسائر كلها. اسكت اسكت يا فهد يا ولدي اسكت. ندمان نعم ندمان، لكن بعد ايش حيث لا ينفع ندم. نعم يا ليتني سمعت كلامه واعطيته 200 ريال ولا خسرت هذه المخازي وفقرة وعشري وعشري. دواك تستاهل، مسوي عمرك مرة ابو العريف عنتر زمانك توعى تذوقه. سكت عني شيمة يا مسعيدة، سكت عني. لا تزيديني لا تزيديني نكت فوق نكدي، ولا تزيديني غم فوق غمي، يكفيني اللي يجيني. وابوي 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 ابوي صدقه صاحب المثل يوم قال خبزك خبزته جرعة وحدك. وابوي يا حي الله ابو حمد، زارتنا البركة، يا مرحبا وسهلا، تفضل استريح. يا حي الله ابو حمد، اهلا بك. خير ان شاء الله ابو حمد، اشوفك متغير علينا. خير خير من هين يجي الخير وانت عندك هذا الكذاب عمالك؟ شوف انت الا عارف يا ابو حمد ان عمالي يشتغلوا في بيتك هذا من اول اسبوع، لا هم اللي كملوه ولا قلت انك انت غيرت رايك. اسمع يا خلفان، نحن بيننا اتفاق مكتوب وانت ماخذ عليه فلوس، والبيت لازم يخلص لمده 3 اشهر وعمالك اسبوعين ما جاي يشتغلوا. افا عليك يا ابو حمد، بس افا عليك، انت ليش معصب الحين؟ هدي نفسك وان شاء الله ما بيصير في خاطرك الا الخير، بس انت عليك انك تهدي نفسك يا ولد. ايش تحب تشرب، قهوه عصير؟ لا اريد اشرب عصير ولا اريد اشرب قهوه. اسمع يا خلفان، لما تاخذوا شغل من الناس وتاخذوا عليه فلوس لا تربطوهم وتشتغلوا مكان ثاني، فاهم ولا لا؟ يلا مع السلامه. فاهم ولا لا؟ اسمع يا ابو حمد، احنا اذا ما سوينا كذا من هين بتمشي تجارتنا؟ هذه هي اصول التجاره يا ابو حمد ولا بلاش؟ اهلا بابي وامي مع التحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيده يا كيف حالك بنتي؟ خير سلوم. ها ناديت فرست وحشوي. سعيده يا مو قاعد مش ناديت فرست مو بقى يقولوها المتمدنين. متمدنين؟ ايه عقدني كهرباء تشوف التلفزيون بيكون ترى تشوف نسبه. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالك بنتي؟ طيبه خير با. كيف صحتك؟ بخير. كيف حال صغيرين؟ ما بخير الحمد لله. الحمد لله. اقول سعيده يو وابوي هنا احفادي ما يشوفون قباله ابا جالس يذاكروا. ها هي مو يسويوا يذاكروا؟ ايه ذاكروا مساكينين. اكل مذاكره زينه كي تنفعهم. اي نعم ينفعهم يوم يكبروا. ايه قول سعيده يو هنا زوجك والطاغي ما يشوف قباله بيكون شنو وبشغله مو في الحجره شيش نحمي ايش بعدك؟ لا والله اما سعيد سعيد الله يديك نمشي ان شاء الله. سعيد مطلوب فورا. ليه وسعيد تعال تعال عمي كيف حالك ولدي؟ طيب الله بالخير. يا الله يا الله كيف حالك؟ سريح سريح عمتي كيف حالك؟ مرحبا ولدي كيف حالك؟ بخير. كيف حال صغيرين؟ الحمد لله. الله يعافيك الله يسلمك. الحمد لله يوم انكم زرتونا اليوم الحمد لله. هذه مناسبة أحسن مناسبة بصراحة. أنا عندي مشكلة يا عم ويا عمتي مع سعيدة. خير إن شاء الله ولدي. سعيدة كل كلمة وكلمتين ما أخذت لي ريت شغالة وريت شغالة، وزين يوم أنكم جيتم. ما من حقها تجيب لها شغالة الله يهديك يا سعيد. عمتي أنت بعد معها الله يهديش. عمي عمي قول شيء اتكلم قول. ونعم ونعم رأي بنت سعيدة نعم إن رأيها زين وصايب. نعم سعيد ولدي مالك ذاك الله يهديك. انت كيف شغاله زينه في البيت تساعد بنتي؟ ابا عمي وانت بعد معهم؟ نعم عمي نعم عمي نعم 3 مرات سمعت يا ولدي يا سعيد انا كي مع الحق، ويوم بنتي سعيده طلبت شغالك هذا حق مالك تو انت ذاك الله يهديك ولدي سمعت. اي المساله كذاك يعني. انت ما تبى تريح حرمك الله يهديك كما بقيت الرجال وامو. افا ليش يا عمتي ايش هذا الكلام؟ بس انا اقول يعني البيت لو كبير كان ممكن، لكن البيت صغير ما في الا انا وهي والصغيرين بس. هي طبعا انت ما حاسس بشيء شغل البيت علي انا وانا متحمله الاسيه. بس يا سعيده يا سعيده بس لا بس ولا شيء مالك ذاك الله يهديك. انت يا سعيد ولدي اسمع، من هذه اللحظه اتمم اجراءات الشغاله وتجيبها حال بنت سعيده هنا عم عشان تساعدها. اسمع انت بس يا عمي. سعيد أقامت بس نسنى وأمو. أسمع كلام عمك سلوم صدقها
زين بكلم خلفان وامري لله. خلفان وذا الشبيهه مو يدخله في الموضوع. خلاص يا اخوي سعيد خلاص انا بتصرف. بتصرف؟ كيف يعني بتتصرف يا خلفان؟ اسمع انت ما تبغي شغال؟ اي خلاص هذه شغلتنا وان شاء الله الشغاله بتوصل. بس والله يا خلفان اني مجبور على هذه السالفه. والله مجبور ومتردد يا اخوي. يا سعيد يا سعيد يا اخوي لا تتردد لا تتردد. خلاص الشغاله بتوصل يعني بتوصل. وبعدين اليوم اصبحت الشغالات من الضروريات، الشغاله اصبحت لها مكانتها الله يهديك يا خلفان، بدي يستخطب لي في الشغاله. خلاص الحين الموضوع عندك وتصرف يا اخوي. خلاص ما دام انك انت اعطيتني الضوء الاخضر الشغاله بتوصل. مبروك. الله يستر. شوفي تسمور هذا الفيلم كيف غاوي. قصته حلوة. غيت أبوي يشرح لي هذا الدرس. ها؟ أبوك فرحان صار يجيب الشغالة وإحنا جالسين الحين مستعدين في استقبالها منتظرينها. هي. تفضلي أبوي تفضلي تفضلي تفضلي. ما شغالة وصلت. أهلا أهلا وسهلا بالشغالة. حيا ومرحبا بالشغالة. بابا بابا محلاها هذه الشغالة كيف غاوية. سعيد أسميك إنك منقنها. أنا ما منقنها، المكتب هو اللي منقنها حاليا. إيش دراني؟ المكتب سعيد حليلة مسكينة. يلا محلاها ودودي الحين أزفها وأصل. نعم الله يهديك يا سعيدة. حلي سمعي يقولها شجرة كيدة ما شغالة. بزفها بزفها. با ها مين اسمها؟ اسمها ياسمين أبوي. ياسمينة. الله يبارك. با ها تعرف تسوي دال؟ على طول مرة دال. مو أبوك أنت لص لص أبوك أنت دال أول. تعالي تعالي تراوعي شوية. تعالي دخلي من أثر السفر تعبانة مسكينة. تفضلي. أهلا وسهلا بالشغالة. أحليلة مسكينة جايبة السامان الهدايا جايبت لنا اللدو. أحليلة سعيدة. يا ما أحسن تحبينها من راسها مرة واحدة بعد. أحليلة مسكينة ترى حبيها غريبة مسكينة. البيت بيت ياسمينة. المدام زوجتي سعيدة. أهلا سعيدة. وحليلة تكلم من؟ تكلم مش انتي تكلم من بعد. من أنا؟ سعيدة سعيدة. وأبوك أنا ما سعيدة سعيدة مدام سعيد. زين أبوي ما عليه طاف طاف أبوي طاف. خلاص دليها بحجرته. خلي تصير حجرته. يلا أنت اصبر على ماك مستعجل. أبغى أسألها إيش تعرف إيش ما تعرف من طبيخك ونعرف من الحين. خبرش عندك إياها. يلا بروح عنكم. أي مرة يكون حار بحار. أقول الأخت ياسمينة أنت تعرفي تسوي بوراتا؟ أيوة أمتي. انتي وتعرفي تسوي باكورا؟ ايوه امتي. وتعرفي تسوي سمبوسه؟ تعرفي تسوي رخال؟ ايوه. كذبي. الحمد لله ارتاحت بنتي يوم وصلت شغالتها. الحقيقه يا ام سعيده الحقيقه ان ولد اخوي سعيد توفق في هاي الشغاله. شيطانه تعلمت الطبيخ في وقت قصير. صدقي هي وارتاحت الحمد لله من شغل البيت. تعالي عاد ما كذاك وبس. تعالي تشوفي البيت عاد. هذيك النظافة، هذاك الغسيل، هذاك الطبيخ، مرام كاملة الحمد لله. لا وارتاحت من غسالة الثياب. أنا يا أم سعيدة أنا هذه الشغالة معجب بيها. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنها تعلمت الطبيخ في وقت قصير. أي نعم. لا وما كذاك بعد. شيطانة. أطبخ ليش؟ القبولي. أتطبخ ليش المحبوس؟ أتطبخ ليش العكسية؟ أتخبز ليش خبز الخال؟ كل شيء عرفته. لا وفيها ميزة زينة. مؤدبة، أصيلة، قبيلية. هي نعم. يعني أنت فرحان أن الشغالة في بيت سعيد؟ أنا سلوم والشغالة تشتغل في بيت سعيد وفرحان ود بنت سعيد. الله يجازيك. أنا ما هذا قصدي. تراني عاوه يا أم سعيدة. لكن أنا تراني أجاوب سماسح. فرحان شيء فرحان بالشغالة. الله يفرحك دوم إن شاء الله. أقول سلوم أنت تشجع أن سعيد جايب شغالة؟ ما أشجع. أشجع في عقب. أشجع وأشجع وأشجع ثلاث مرات. زين أقول سلوم مو رايك نجيب إحنا شغالة؟ موقف شغالة. أنا أجيب شغالة؟ ما شاء الله جدي. إيه الكلام؟ يكون شيء تساعدني في شغل البيت. الله يهديك. مالش يا أم سعيد الله يهديش.
أنا اللي أقول عنش عاقله وأم العقل والفهم تكلمي هذا الكلام؟ ها؟ أيوش الناس عاد؟ أيوش؟ هاي الشغالة ما تعرف تشتغل، هذا الشغالة ما تعرف تكنس، هذا الشغالة ما تعرف تطبخ، قديش أغبابه أغبابه مع أجياله مع أجياله من هنا ما حيلك شيء، ما حيلك أخذ أجنتي سلوم؟ ها؟ مالك غيرت كلامك؟ أنا ما غيرت كلامي، أنا أقول أحسن نغير هذا الموضوع بتاتا. هذه بعدها نايمة، سمع النخير سمع مثل مدافع. سعيدة، أو سعيدة قومي أبوي قومي، ما هي عادة الشادية سعيدة؟ ما لش الله يهديشها، قومي بسش من النوم. محسدك خليني أنا متعبانة والله العظيم، طول الليل قاسة سهرانة على التلفزيون، برتاح شوية في النهار. يا بنت الحالة أبغى أسير الدوام، ولادش يبغى يسير المدرسة، وانت بالش على فراشش. أها قوم سعيدة. يلا سعيد، يلا إنك تنقص لي النوم، يلا عد إنك جبعان أنت من النوم. أولادي ما عم الشغالة بتعطيها مريوق، خليني جيمة يلا. يعني كله على الشغالة خلينا الريوق، من يلبسهم ملابسهم بالله عليك، من يلبسهم ملابسهم؟ عجب كما سميروا القعرية وفرحان ما يروم يلبسوا ثيابهم، بعدين مدرست لهم قالت لهم يوم تبوا شيء لا تقوموني من النوم، عندكم الشغالة هناك هي بتسوي لكم كل شيء، خليني انام سعيد حرام عليك. كل الشغالة كل الشغالة وانت ايش خانتش؟ سعيدة من شر حاسدني ذا حسد. سعيد انت وحدك شبعان من رقاد قصنا غصلي نامتي، خليني انا. بعدين خبرني مو خانتها شغالة في البيت يوم ما تريح المدام، مو خانتها، خليني انا، خلي المدام ترتاح شوية. ايه يا بنت الحافي، هذه بدايتها بعدها، واذا كان هذا اوله بين عافت عليه. خذ ليش هذا؟ لما حليت لي هذيك المره جبت زرقات زينه. لا ما بحللش، كل مرة هذه ما صارت. الله يخليك فرحانة أنا أختك. ماشي أنا ما بحللش، ليش ما تحلي بنفسك؟ ما أعرف إذا قولي حلب لو بعدين هي بتعلمش. أنا ما أقدر أتفشل قدام زميلاتي. بس ما يصير يا سمير، أنا كل مرة حللش واقباتش. هذه آخر مرة أعطيك أي شيء بس أنت ساعدني. ما أقدر، إذا أبوي يعرف بيزعل. فرحان أنت ما قلت إنك تريد تشتري كرة، أنا بشاركك بس أنت ساعدني. بس لا تغير كلامي. لا والله ما بغير كلامي. خذ زين جيبي، بس هذه آخر مرة. هاي الصفحة؟ أيوة. سميرة فرحان، يلا ابويا تخون، يلا تعالوا طيقوا تعالوا. تفضلي ياسمينة. نعم. أقول ياسمينة هاتي لي كب شاهي. زين أمتي. أقول ياسمينة هو زين لو تجيبي لي عصير فريش وجيبي لي ريوق كله هنا فوق الفراش. زين. هيك ذاك باش. هي نعم. والله خديجة قارتي ما أحسن عني ذيك الفشارية يجيبوا لها ريوقها فوق الفراش. هي نعم نوبنا أحسن. أنا لو قايلة حال سعيد يجيب لي ثلاث شغالات ما أحسن. لكن يلا خيرها في خيرها. إلين ياسمينة تحضر إفطار الصباح زين أنا نام شوية. الحق علي يا عبد الله، الحقوا علي يا جماعة. مالك مالك، إيش فيك؟
المدير، المدير طالب هذه الملفات وانا لين الحين ما خلصتها. انا في مشكله. وين المشكله هذه بعد؟ المدير طلب الملفات وديهم له وخلاص. يا سلام، بهذه السهوله. المشكله ان انا ما خلصت هذه الملفات، وعبد الله يعرف. اي نعم، وكل ما اسال عنهم يقول اليوم يخلصوا، وعلى هذه الحاله لحتى ما طلبهم. زين، والحين؟ الحين انا اريد عبد الله يساعدني في هذه الملفات، لازم اخلص الشغل هذا بسرعه، المدير معصب وباغنهم ضروري. عبد الله، اه اخوك بضيقه وحصلان تراه. والله انا عندي شغل وما مستعد اني اترك شغلي واشتغل له هو، مثل ما هو مطالب بعمل انا ايضا مطالب بعمل. يعني ايش؟ ما باغين تساعدوني؟ انا والله صدقني لو ما مشغول كنت ساعدك، حتى عبد الله ايضا لو ما مشغول بعد ساعدك. زين، ما قصرتوا، الغلط علي انا. اي نعم، الغلط عليك لانك ما خلصت شغلك اول باول، والنتيجه تراكم عليك الشغل وانت ولا همك. خلاص، ما اريد منكم تحليل، خلاص انا بخلص هذا الشغل اليوم، واذا ما قدرت فبيكون بكره. والمدير اللي طلب منك الملفات اليوم، مثل ما اجلتهم لين اليوم باجلهم بعد يومين عن اذنكم. انا محيرني سؤال يا عبد الله، هذا الانسان ليش متقاحص؟ ليش ما يخلص في عمله مع ان هذا العمل مورد رزقه يا اخي؟ والله سعيد ما ادري، ممكن يكون كسل وممكن تكون اتكاليه. زين، ضميره ما يأنبه كون انه ياخذ راتب نظير العمل وهو ما يشتغل في عمله باخلاص؟ ضمير ناس كثيره الحين نسيت سالفه الضمير. لا يا عبد الله، لا، القليلين فقط اللي نسوا، والكثيرين الكثيرين اللي يجدوا يخلصوا في عملهم، وهذا الدليل انا وانت. زين، والله ايش اقول لك يا اختي يا منى، انا عندي وقت فراغ كبير في حياتي وما اعرف مو اسوي، ما اعرف ايش الهي عمري. تو تو قاعد اتصفح دفاتر الموضه. هن مجلات الموضه، انت متدفتر عاد اكثر عني انا. يلا مغواهين، كيف حلوات؟ يلا كيف الدشداشه غاويه، مو المكياج ما يتلاصق. اخبرش منى، اسمع تقرقيعه هناك في المطبخ، ما اعرف مو خادمه بعمر هذه الشغاله، اصير اشوفها، اصير اشرف على الطبيخ. يلا عقب مال لا، تو اتصل فيش بعدين وقت الفاقه. مال لا، هود هود. يلا ما احلى ذي الريحه تضرب في الراس يا ياسمين. الله يبارك، عاد كانش مزهبه الغد انت. ايوه امتي، انا كلات كله. ايه كله كلات. اقول ياسمين، مو رايش سيري حقرتش هناك تكتبي ليش كمين خطحة الحيانة شي بالمعنى، يعني تسألي عن حالهم واحوالهم وانا اغسل وعيان؟ لا امتي، انا كلات كله. ايه كله كلات، يعني ماشي شغل انا له يا عمري فيه شويه ياسمين. حش احنا ما جايبين شغالة، ابوكم جايبين قرادة. قرادة لا؟ اي قرادة. هزي هذي الرقبة، يوم الايام تلتاح تنكسر. ماشي مستولية على شغل البيت يا سمي، ما بقي شيء. وين يا سمينة؟ هاي لا سلام لا كلام، ياسمينة في المطبخ تسمع لكم حزكم. خديجة، يا خديجة، خديجة خلفان. خير، ايش صاير خديجة؟ اليوم جا واحد يسأل عنك وقال انه باغنك ضروري وقال اسمه ابو حمد. وانت ليش خايفة؟ خير يا طير، يعني ايش صار؟ اجى ابو حمد، حياه الله. راح ابو حمد، مع السلامة، لا تخافي. ما كذاك خلفان، هو قال لي ان باغنك ضروري وجلس يتكلم عن البيت وان العمال ما جايوا اليوم اشتغلوا فيه. ابو حمد هذا انا بتفهم معاه. المفاتيح ايش هذيلي؟ وانت ايش طلبتي من اول؟
سيارة. بس هذه هي سيارة. زوجك يا خديجة أصبح من كبار التجار في المجتمع، والطلبات عنده تتنفذ أول بأول. نعم زين، يوم إنك جبت السيارة خلفان، لكن ترى أنا بعدني فؤاد يعورني من سالفة أبو حمد هذا. انسيه أبو حمد هذا، انسيه. كيف انساه؟ هو اليوم جاي وقال لي قولي حال زوجش إن أبو حمد سوى اللي عليه، واللي سواه زوجش ما ينلام عليه، معذور. يالله 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 على هذا الأكل الزين. يا سلام يا شاء. ناقصنا ملح. هو ما ناقصنا شيء أبدا، أكل يرد العافية. يا سلام يا ياسمين والنعم، والله أكلك حلو وطيب. يالله إيش رأيك سعيدة؟ صحيح كلامك، صحيح كل بصل دوت. إيش رأيكم صغيرين أبوي؟ إيش رأيكم في الأكل؟ رأيك أبوي أنت في الأكل؟ كل أبو تسوي ياسمينة؟ زين. سمعت كيف؟ حتى أولادي يشهدوا لها بالأكل. نعم أنا بصراحة في حياتي ما أكل مثل هذا الأكل بعدني أبدا. يا سلام. ها إيه الحين بوي سمعك يقول إن أنا كان طباخي ما عجبك يوقف لك مرة ما يسيح، ما كنك كنت تلحس الصحون وتلحك القدور. أنا ما أكل كذاك يا سعيدة، وما انكر طباخك زين، لكن عاد ياسمينه لا 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 ياسمينه هو عاد ما قصرت، يكفي الريحه مال الاكل الطبخه ياسمينه، يكفي الريحه. يا سلام يلا يلا ياسمينه. ن ن ن ياسمينه بعد تلعب معانا، بان احنا نحب ياسمينه. ونوب انا بعد احبها ابوي، اقصد كنا نرتاح لها. نعم نرتاح لها. نعم كنا. يالله 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 ما احلى الاكل. سوي سمور. هو ابوي سوي كلو كلو. با نحن نريد ياسمينة تنام معنا في الغرفة عشان تحكينا حكايات. انا معكم، انا رأي زين، وانا ما عندي مانع بصراحة. ايش رأي سعيدة؟ لا يعني لا، ايش قصدك بالكلام؟ هل قاصر بعد؟ ما فيها شيء يا سعيدة، الله يهديش، الاولاد يحبونه ومرتاحين لها، ما فيها شيء. لو نامت معهم ما فيها شيء؟ لا فيها واجد. يلا يلا سمور انت وفرحان، سيروا حجرتكم انطقنوا من تخلصوا من الغداء. يلا قوموا. لا اله بسهم، شبعوا الكلام عن ياسمينة، شبعوا. تو انا اريد اعرف ايش قصدك من هذا الكلام اللي قلته. ما قصدي شيء ابدا يا سعيد، ابدا ما قصدي، بس الاولاد مرتاحين من ياسمينة وهذه حقيقة، وأنا بصراحة عاجبني طباخة وهذه حقيقة. وبعدين ياسمين أصبحت الآن لها مكانة عند الأولاد وفي البيت، وهذه حقيقة. وعن إذنش إيش بهو ما حقيقة؟ خبرني. أكشي عاد في القلب. أوه ياسمينة يبيني أبوي كوب شاهي يا ما قد يبيني بدي واحد يأخذه. لا ذا الكلام ما يسكت عنه، لا يمكن أسكت أنا، لا يمكن. يا أبو حمد، يا أبو حمد هدي أعصابك، يا أبو حمد ارتاح، يا أبو حمد خلينا نتفاهم. اسمعني 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 أبو حمد، أنت أخ وصديق، أفع عليك بس، أنت الخير والبركة. هذا الكلام ما يفيد، هي كلمة واحدة ما في غيرها. بكمل الشغل ولا لا؟ بكمل الشغل، بس عاد أبغي منك تعطيني مهلة، لأن العمال يا أبو حمد، لأن عمالك يشتغلوا في أكثر من مكان، رابط الناس كلهم ومسوي لكل واحد شوية شغل. يا أبو حمد هذا أنت الأخ والصديق والمعرفة والجار والجيرة يا أبو حمد، ما لها اعتبار؟ أنت خليت حساب للمعرفة؟ أنت ما خليت حساب للمعرفة، كل همك أنك تكسب وبس. على العموم أنا ما أبغى أتكلم أكثر مما تكلمت، عندك علين بكرة، فاهم ولا لا؟ يلا مع السلامة. الحين أنا أكمل شغل من ولا ثلاثة وجوي يشتكوا علي، وهذا أبو حمد الرابع، أنا كيف أتصرف؟ لازم أتصرف وأتصرف بسرعة، أبيع أي شيء. يا الله حاسميك يا خلفان إنك رحت فيها، رحت فيها إذا ما لحقت نفسك. ياسمينة ويا ياسمينة، ياسمينة. نعم أبدي. تو انت يوم منش السمع على ما تردي علي وعلى ما تجي ياسمينة.
عليك. انا اعرف ديوار بختك، انا اعرف كيف شغلش. انا نعملنا بحث صوتي بحث من كثر ما ناديش وما تسمعي يا سيف. مبسطه بعد القوانا 24 ساعه ما تردي علي؟ هل عصير بطالبت النهينو عمتي؟ وعمتي انا تبي عشا هلامي سيد زين. ابدا العشا ولا العصير؟ العصير ما ياخذ منش غير دقيقه واحده. عمي سيد يريد عشا زين وهلو. ابدا عمي سيد. يا سلام ابدا عمي سعيد. اما المدام تغيب ها والله انكم انتم ما ترحموا عمالكم ما ترحموا. لكن من وين ذي العصير؟ انا بعرف اداوش، انا بزلق لك شغلتين. مش سكين مش سكين ما تبغى. خير خير ايش اللي صاير بعد؟ خير على مش مع الشغالة. ابوي من هين بي الخير؟ من هين بي الخير؟ ذي الشبيهة موجودة في البيت قاسة ترادني. الله يهديك يا سعيدة، مخلي عقلك وعقل الشغالة بعد انتي. هي نعم تو تلومني انا لو جايبة تسمع حسك يا مطولة لسانها علي. اللهم طلبت قراص عصير وما جابت لي. اول انا اسوي اشياء لامي سعيد ولا اغيب. والله تسلم تسلم. وايش العشاء مسوي ياسمين اليوم؟ يبي يبي وانا اقول الطوله ما هي جايبتنها عصرنا انت مهتم فيها معطين هذه الطوله. لكن ما عليك سعيد، ما عليك ما عليك ما عليك سعيد. والله اني ما بكلمك. بالعكس بالعكس يا سعيد، هي اللي مهتمه فينا وقايمه بشغلها على اكمل وجه. ما ممكن عاملها معامله ما زينه. الله يهديك انت بعد. هي نعم هي تعاملها معامله زينه، اما انا اخيب مش معامله زينه. بالعكس انا ما مقصر فيك باي شيء، ما مقصر عليك باي شيء ابدا. تو بعدت لك الاشياء اللي مقصرنها. اولا هين الخاتم اللي طالبت لنا من شهرين؟ هين الخاتم تاني الحين بيكون في صبعك لولا الشغاله. ايش اسوي بعد؟ رايك طلبت الشغاله والشغاله لها مصاريفها تذكرتها واقامتها وعلاجها وراتبها. وراتب انا هنا قسم راتب هنا قسم بالله عليك. والمبلغ اللي مخلناه علشان خاتمش تراح مع الشغاله اللي طلبتيها. ما ليش سكتي؟ خلا قولي ردي تكلمي. باغي سميرة تبكي داخل. وبي فرحان عن يكون ضاربنا انت؟ لا لا انا ما ضربتها. بس 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 ما حد غير ياسمينو كان ما قال عيب بنتي. بس لا لا ياسمينة ما عندها الحين. على ايش اللي صاير يا فرحان؟ با سميرة سميرة رسبت في الحساب. كيف رسبت في الحساب؟ كيف ودرجات الشهرية كانت ممتازة؟ إيش هذا اللي يصير؟ سير أنا ما خلنا نعرف إيش اللي صاير. سير با أنا بغيت أقول لك شيء بس لا تزعل. إيش عندك أنت بعد؟ إيش با أنا كنت أحل حال سميرة الواجبات وأنا كنت أساعدها في الحساب. خلاص بان كل شيء، سميرة اعتمدت عليك ونسيت واجبات. بس أنا قلت لها خلاص روح الحين. تروح روح روح. شفت كيف؟ شفت افكارك الدميرة؟ شفت اللي صار؟ شفت اللي صار يا سعيدة؟ ابوي شفت نعم اللي شفت. راح سمير الرسبة في الامتحان. لين اعتمدت على اخوها مثل ما انت اعتمدت على الشغالة في كل شيء في البيت. شوف السعيد بصراحة بعد اللي صار أنا جاتني فكرة، وبعد الفكرة هذه أقرر أني أنا اللهم عافة النفس من ذي الشغالة معذرة. بس ما بها شيمة سفر الشيمة. لا 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 ما يستوي يا سعيدة، ما يصير ما يصير. بعدين أنا جبت الشغالة علشان تريحك وترتاحين. لا 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 ما يستوي، خليش من هالكلام. لا لا وابوي مرتاحة أنت لو تشوفني أنا مرتاحة اللي مهتلكة وخسرت كل شيء. نعم من جد المقارفة ذي الشغالة خسرت البيت وشغل البيت وولادي. أشوفني حتى أن أنت كأني بخسرك. لأنه ممكن الشغالة حلت مكانك انتي. وانا الحين اريد ارجع لمكاني كما كنت. نعم اريد ارجع. صدقت صدقت يوم ذيك اليوم قلت ان الشغالة يوم بدقي انا بتعب ما برتاح وجهي تعبانة. عرفتي الحين يا سعيدة ذكرتي كلامي. عجب بيت مثل بيت نحن صغير هذا يحتاج لشغالة. الشغالة حال بيت الكبير اللي فيه شغل بصحية، ما حال بيت واحد موظف على الله وعلى الراتب. عشان كذا يا ولد عمي يا ابو فرحان ولدي الشيم الله يخليك سفرها ما نباها. لا 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 يا سعيدة ما استوي ما استوي يا بنت الحافي. بعدين انا الشغالة بصراحة عاجبتني وتعودت على طبيخة والاهالي تعودوا عليها. لا 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 غير حلش غير. ولا يهمك بنت عمك طبخها احسن وتعود عليك كما كنت الله يخليك. انا بطبخ وبسوي شغل البيت بس انت سفرها ما نباها سفرها. أنا خايف تكوني مستعجلة في كلامك، خايف تكوني مستعجلة بس.
يا سعيد خليك واضح اكثر، تو انت ايش هناك مخبي؟ خبرني انت، انت قاصر تقولي سيري خطبيها باغي اتزوجها؟ يا ريت. ها؟ اقول عوده، هاي كانها شويه عوده سعيد. والله العظيم اشوفك، نعم اني اشوفك. شي مسفره سعيد، انا بيتي خلاص راح. ابيك ترجع لي، ارجع الي يا سعيد، ارجع. زين على راحتك يا سعيده الشغاله. الشيمه والقيمه سفر همان معذري. بسفرها بس عاد بشرط واحد. ولا يهمك، انا بقوم على شغل البيت على اتمك. انا اقول يا سعيده، يعني اقول يعني جاراتك كلهن عندن شغالات ومنهن خديجه وانتي لا 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 خلي احسن. علي انا من جارات عندن وحده ولا سبعه ولا عشره ما يخصني. زين يعني نسفرها وهذا اللي صار. زين هاي اللي صار ايش تقولي عنه؟ غلطة العمر وإن شاء الله ما تتكرر يا سعيد، وبعدين أنا لا أول ولا آخر وحدة تغلط، وفأرجو المعذرة. كلامك صحيح يا سعيدة، كثير من الناس يغلطوا، والإنسان مثل هاي المسائل يجي لي الدودة.